هنا لم يكن ينتظر هذه الكرة. ممكن تقنية لصالح المولودية مرفوعة في القائمة الثانية، والهدف الأول لصالح المولودية. الهدف الأول لصالح المولودية عن طريق الهداف، هداف مولودية وهران وهداف الدوري الجزائري محمد نور الدين الزعبية. مهاجم الليبي 26 سنة يتمكن من افتتاح مجال التهديف لصالح مولودية وهران. المولودية تكرم الضيوف بهدف السبت في الدقيقة 6 وفرحة كبيرة وسط أنصار مولودية وهران الذين عاشوا الكثير، الذين بفعل الأحداث التي تسارعت في بيت مولودية وهران. ها هي الإعادة الركنية والزعبية، يتمكن من تسجيل الهدف على طريقة اللاعب زلاتان إبراهيموفيتش. وتنفيذ الركنيه كان من عقبه كانت جميله جدا، وخاصه الزعبيه تمركزوا امام في منطقه 6 أمتار، والمدافع يعني اخطا في ضرب الكره. زعبيه كره كما هذه على تشكيله مولوديه وهران مختار في مكان عمران محمد لامين، وكانه هنا يعني كان يستمع لحديث نصر الدين دريد. ماذا هناك؟ الحكم يقول ضربة جزاء، ضربة جزاء لصالح مولودية وهران. شفنا هنا الحكم انه تباطأ نوعا ما، ربما كان استمع من خلال السماعة للحكم المساعد الأول. راح نشاهد هنا ونشوف اللقطة. لمسة يد واضحة من مدافع غيطون، كانت لمسة يد واضحة من أحد لاعبي. هل سيتمكن بن يحيى؟ بن يحيى، بن يحيى يتمكن من تعميق الفارق وتسجيل الهدف الثاني لصالح مولودية وهران. بن يحيى يتمكن من تسجيل الإصابة الثانية لصالح مولودية وهران، وبن يحيى يتمكن من رفع رصيده من الأهداف إلى 4 أهداف إلى غاية الآن. بن يحيى كان آخر هدف سجله كان في الدقيقة 9. إذن مولودية وهران هدفان، دفاع دجلان 0. بالحق الهدف هذا ما كانش منتظر بن عمار. سليماني على نهاية هذه المباراة، وبالفعل المباراة تنتهي بفوز ثاني لمولودية وهران.